مخطط العبر بولاية برشي، مخطط مكتمل الخدمات، أول إعلان لهذا المخطط. تعال واختار أرضك، بغيت كورنر، بغيت زاوية، بغيت في النص. الجماعة أصحاب المشروع عاملين لكم فرصة ما تفوت، 13,000 ريال عماني وين ما يطيح حظ. هذا احنا جينا من الشارع العام، من هناك عاد من دوار بركة جينا قدام شوية ووصلنا قريب التنين الصيني وقريب مركز المرجان للتخفيضات وقريب الأسواق وبالقرب من سوق بركة إلين وصلنا منطقة العبر، وهذا هو المخطط قدام عينكم، مخطط العبر. ولا جيتوا من هذاك الصوب، على فكرة الشارع البحري على مسافة 5 دقائق ومشروع المدينة الزرقاء يبعد 6 دقائق ومشروع حي الشروق والحديقة المائية على مسافة 5 دقائق. اللولو والسوق وكل شيء عدالكم، والأجمل أنت وسط قرية متكاملة. هذا ملعب الحارة، والبيوت من حولكم قايمة، معناته كل شيء جاهز في هذا المخطط. وما نسوكم بالشوارع، جهزوا لكم الشوارع، يعني انت اختار قطعتك، بغيت اي قطعة 600 متر فكرة يا جماعة. منطقة حيوية، هذا السيائير رايحة رادة، وهذه الاراضي لقطة ما تفوت. انا عيبني الاراضي الشبك اللي قريب المزارع، يعني اللي بيسوون استراحات عندك 1200 متر على كم؟ على 26,000، يعني فرصة. وعندك ايضا هذا صوب، عندك شبك، عندك هنا ارض شبك 1200 متر ب 26,000، وبغيت في اي مكان 600 متر حتى لو كانت زاوية ايضا ب 13,000. عندك هنا قدام عندك ارض 1200 متر فرصة، هذا شبك. وعندكم ايضا تجاري سكني 400 متر كل وحدة. هذا هو مخطط العبر، وهذا هو المخطط. شوف بيوت بيوت بيوت، الناس أمامكم رايحين رادين، فرصة لأهالي ولاية بركة والقريبين من هذه المنطقة، للي يبون أرض وأرضين وثلاث أنهم يجون مع هذول الشباب ويأخذوا من هذا المخطط. الأخ يونس المالكي والأخ عبدالله المالكي، بنحط لكم أرقامهم وأيضا السنابات للتواصل. يقول لك الأراضي اللي من حول المكان تنباع على 14 وعلى 15، ولكن هم حبوا أنهم يمشون المخطط بحيث أن الكل يستفيد. وأيضا في ناس يبيت وسعوا مع عيالهم، يقول لك واحد أني والله ببني لي بيت أبا في حوش، الآن فرصة، عندك 1200 متر، ما تبقى 1200، بإمكانك تعمل 1800 متر، تأخذ القطعة اللي هي 1200 وتأخذ القطعة اللي جنبها 600 متر وتبني لك انت وعيالك كلكم في مكان واحد. يا ابو حمد، بعد من الشارع لين بدايه القطعه 15 متر. جميل صح. جميل، يعني في مجال، في مجال. يا سلام، وهذا ملعب ايش؟ ملعب اتحاد العبر. يا سلام، ملعب اتحاد العبر وقلب بركه، وفي قلب بر يا رجل، احنا قاعدين هذاك مجمع النعمان الصيني، واحنا جايين من بركة، وهذا مطعم مائدة النعمان المعروف، وهذا اللوحة اللي توديكم العبر وتوديكم الحفري وتوديكم سلوى، وهذه المنطقة متكاملة الخدمات والمرافق، كل حاجة موجود. تدخل مني يوديك على المخطط، تواصل مع الأخوان بيردوا عليكم إن شاء الله وبيرسلوا لكم اللوكيشن، وقطعة الأرض ب 13 والأمور طيبة. اول 15 شاري للقطع لهم رحله مجانيه ان شاء الله للعمره، مع نقليات المالكي والحج والعمره في اجازه عيد الوطن ان شاء الله. سهل سهل.